مرحبا بكم في هذا العدد، سنتعلم كيفية الخروج من إدارة صفحة معينة. كما تلاحظون نقوم بالضغط على 3 مطات، نختار أي واحدة من هذه الصفحات، نقوم بالذهاب إلى يسار الصفحة، أضغط على المزيد، أذهب هنا في الأسفل، أضغط هنا على إعدادات، ثم أختار الأدوار بالصفحة، نضغط هنا على هذا القلم، أقوم بإزالة الدور الخاص بي في الصفحة، أضغط هنا على إزالة. تقوم بتسجيل الخروج من الفيسبوك ثم الدخول إليه مجددا، أو تقوم بتحديث الفيسبوك من متجر جوجل بلاي. بعد مدة زمنية قصيرة ستجد نفسك أنك خرجت من إدارة هذه الصفحة. كما تلاحظون ما زالت الصفحة هنا ظاهرة. سأقوم بالذهاب إلى متجر جوجل بلاي وأقوم بتحديث تطبيق الفيسبوك. كما تلاحظون سأقوم بالدخول إلى الفيسبوك، أضغط على فتح، أضغط هنا على 3 مطات. هنا كما تلاحظون تم حذف إدارة الصفحة بكل نجاح. تستطيع تكرار العملية مع هذه الصفحة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة.